أقول طال عمرك، أنا أقول هذين الغجريات ما لين فيك سالفة. أنا متوكد إنه بي أحد تجرى ودخل ديرتنا بخذ السيل، والدليل التابوت اللي لقيناه، اللي ودهم يقولونه وصل، اللي خذ سهيل واحد من أعدانا وده ينتقم. وأنا أقول هذه أسوات الشينة ما طلعت إلا من ديرة سلطان. نواف معه حق، ديرة سلطان لهم عندنا ثارات، وأنا أقول يا الشيخ الزوم نعاود ونغزيهم وما نسمح لهم انتمادون. للربع حنا الزوم نتوكد، خلي الرجال اللي يدورون سهيل يلفوا بالأول، علامكم ودكم تغزوا حريم. عزت الله أن طلع سهيل ولدي عندهم بالديرة، الحرق الخضر واليابس. سمعوني زين، هذا السر يظل بيننا، ابن الشيخ عقاب انذبح، فهمتوا؟ خلي بالك من العيل اللي عليا. تامري يا شيخة تامري. ورداد بمر عليك كل يومين ويشوف طلباتك. وكاد يا شيخة أن عقاب ما يسكت على هذا الشيء، قلبي يقول لي أنهم يلفون بالشر صوبنا يدورون ولدهم. خلهم يلفون، حنا حاضرين. قول يا شيخ فجر. ما عليك من فجر، هي تعرف شلون تدبر أمورها زين. المهم أنتوا افتحوا عيونكم زين، ما حد بيكم يغادر الديرة أبد. أقول يا سالم، وش رأيك ترافقني نروح نتطمن على الحكيم حسن؟ الحكيم عليان وصاني عليه، وأنا شفته وحنا جايين قاعد لحاله بأطراف الديرة. لله يا رداد، روح أنت، أنا ودي أرتاح شوي. على الأوضة؟ على وين العزم يا خالة؟ يكفي يا بنيتي، أريد أعاود ديرتي. ويهون عليك يا خالة؟ ويهون عليك تركين بنيتك بروحها؟ بنيتي هي اللي تركتني، كان عندي بنية صغيرة وجهها مثل البدر، عيونها مفرودة فردة الليل بس، وبيوم ما لقيتها هي ضاعت، هي انخطفت، هي ماتت. ما ادري، لكن اللي عارفه زين اني ما عدت سمعت صوت ضحكتها بالبيت. تدرين كم الظنى غالي العفره؟ تدرين انتي سويتي مثل الخسيس اللي حرمني من بنيتي، ذبحتي العيال وذبحتي. لا يا خالة لا تقولي هيك، ما عاش اللي يذبحت يا خالة. لكن هذا ثار يا خالة، يحرق بالحشا مثل ما يحرق بحشا الغريم وزود بعد. حسبن بنيتك ليومها، لا تغضبين على بنيتك رجاج يا يومها. يلا قومي رد اغراضك، الله يهداك. قومي يا خالة، قومي ابوس يدك. زين يا بنيتي، Thank you.
وش بالك؟ انت انهبلت؟ يلي ما تستحي. والله ما قصدت يا بنت الناس. انا امشي من هان، امشي اقول لك، امشي من هان. غزالة علامك ليه تتهاوشين مع حسن؟ هو ايش سوالك؟ عود اسأله. حسن انت ويش سويت؟ اخطيت لكن والله ما بنيت يسوي. انا كنت قاعد هناك شفت وحده وقلبي خفق وخذاني لها. يوم اقتربت منها لقيت الاولى ما هي الثانيه والثانيه ما هي الاولى، وانا والله ما اعرف لا الثانيه ولا الاولى. لكن والله يا رداد الروحي تعرف الاولى، تعرفها. وكاد انه العشق. العشق واللي مثلي يعرف العشق. ألينك تعرفه وتعرفه أكثر من أي حد عشق. صحيح يا رداد؟ إيه صحيح يا حسن. أنت كنت تحب بنية حب ما منه، وانهزمت بيها من ديرتكم لديرتنا واحتميت بالشيخ سلطان. ويلي من الثار ما أصعب، نار تاكل القلوب وما ترحم أحد. ما هو أنت السبب يا حسن، لكن ثار نبيتك عند عقاب، ولا ظن أنها تنطفي غير من يدفع الثمن غالي. عمتي خالتي خضرة، تعالي شوفي عمتي ايش فيها. وش فيها؟ بسم الله عليك حرية وتروحين بالحال ناكل حكيم حسن. يا ويلي علي، وين حكيم حسن الحين؟ وش اسوي يا رب؟ وش اسوي؟ سمعيني زين، تقومين بالحال وتسوين اللي اقول لك عليه.